سلام سلام، انا مهاجره في فرنسا في اوروبا. جيت لهنا للمغرب باش نشوف بلادي ونشوف فاميلتي وكل شيء. تلاقيت مع واحد تيعيش هو في بلجيكا، تلاقينا انا وياه في التران، بقينا تنهضروا منين انت منين انت. قلت له انا من فرنسا من افينيو، وجيت لهنا للمغرب باش نشوف نشري مشروع لولادي باش نجيب ولادي لهنا. ومع خرجت لي شي فلوس ديال ولادي ديال ولدي اللي معوق، وجيت بغيت باش نشري مشروع هنايا. دار فيا قال لي اعطيني النمره التليفون، عطيته النمره ديالي، اعطاني النمره ديالو. مني وصلت لفاس هضرت مع فاميلتي، قال لي شوفي انت شنو ديري. عيطت له قلت له انا واش تقدر تديني لهذيك الريستوران اللي قلتي لي بلي راه عندك وباغي تبيعها. مشيت دار معنا الرانديفو، مشينا عنده، مشينا انا وفاميلتي، مشينا فيزيتينا هذيك الريستوران، عجبتني، تفاهمت انا وياه. دار فيا قال لي خصك تعطيني النص الفلوس، ما ماشي شاك ولا تعطيهم لي فلوس. عطيتهم له، عطيته 100، عطيته 62 مليون ليكيد. ومن بعد مشينا عنده للدار، عرض علينا، مشينا عنده للدار، قعدنا تفاهمنا. في التالي دار فيا قال لي يا ودي راه دازت للسيزي، هذا الريستورا راه دابا عندي في السيزي. قلت له في الاول قول لي راها في السيزي، ما نعطيكش انت الفلوس، نمشي نعطيها لديريكتور مال المحكمة. ضربت فيه قلت له دابا تعطيني شاك. عطاني شاك، عطاني شاك. هذاك الشاك اش درت؟ مشيت حطيته في البنك، البنك دخلت الفلوس، دخلت 62 في الكونت ديالي، تمنيت وحيدوها خرجوها. منين درت في الديريكتور قلت له كيفاش سميتو، قال لي راه ما عندوش، قال لي راه ما عندوش الفلوس في الكونت ديالو. قلت له عطوني ورقه بالله ما عندوش الفلوس في الكونت ديالو. عطاوني هذيك الورقه، مشيت عيطت له، تلاقينا عنده، مشينا عنده تلاقينا معاه. درت فيه قلت له انت ما عندكش الفلوس في الكونت وعطيني الشاك. قال لي لا وعصبري عليا. اش درت؟ عطاني هذاك الشيك، بقى عندي في سميتو في الصاك ديالي، وعرض علينا، بتنا عدو. هذيك الليله اللي بتنا عدو، هذيك الليله هز الشيك ديالو اللي دفعت للبنك وردوه لي، وهز الشيكان ديالي 15 شيك اللي راه عدو. الشيك الاول فيه سناه وحط فيه 41، الشيك الثاني حط فيه 17، الشيك الثالث سناه دار فيه 6 مليون. اجي منين مشيت انا عيطوا لي ولادي الاخرين، قالوا لي يا ودي راه غزلان راه مريضه خصك تجي. مشيت بحالي وليت شديت الطياره ومشيت بحالي لفرنسا، ما رديتش بالله راه تسرقوا لي الشيكات وراه هز لي هذاك الشاك. مشيت بحالي لفرنسا حتى جاني لو غولفي، جاني لو غولفي ديال البنك. مني جيت نقلب على لو غولفي تلقى فيه خارجه 41، خارجه 17، خارجه 6 مليون داير فيها الشاك. مشيت للقنصو وريت القنصو، قال لي القنصو خصك تمشي للبنك. مشيت للبنك، القنصو ديال مشيت للبنك ديال فرنسا، قالوا لي خصك تمشي للمغرب، حنا ما عندنا ما نديرو لك. وليت شديت الطياره وجيت لهنايا. مني مشيت للبنك قلت لهم كيفاش السنياتورات ماشي ديالي، خصني نعرف شكون اللي خرج هاد الفلوس هادي. قلبوا عطوني السميه ديالو. اش درت؟ قلت للبنك قلت ما غادي نمشي ندير بكم دعوه لا نتوما ولا هو، حيت ممنوع عليكم تعطيوه واحد الصم اكثر من العدد وتشوفوا السنياتور ماشي ديالي. هو يتبعني الديريكتور في البنك تيقول لي ديري نص محتيال، وهو ماشي نص محتيال هو فول. مني وصلت عند الكوميساريه لقيت الديريكتور في البنك سبقني الكوميساريو، داخل مع الكوميسير في الكوميساريه تيقول له راه نصب احتيال، ماشي نصب احتيال راه فول، سي ان فول. ودابا من 2011 وانا تندعى، دابا تنطلب من الله وتنطلب من سيدنا وتنطلب من المحكمه ديال بن سليمان وديال كازا وديال الرباط، هما يوقفوا معايا، هما يوقفوا معايا. رانا عييت والله عييت، هذه 8 شهور سمحت في خدمتي، سمحت في ولادي، سمحت في كل شيء. 8 شهور هذه
تنطلب في الله وتنطلب في سيدنا وتنطلب في المحكمة ديال بن سليمان وديال كازا وديال الرباط وما يوقفوا معايا. راه وليت حوايجاتي تنبيعهم وليت فراشي تنبيعو باش نكمل. راه ما بقى ليش الجهد، ما بقى عندي جهد، ما بقى عندي حتى حاجة. المحكمة ديال كازا قال السيمانة هذه قال لك راه تحكم، حكموا عليه بعام الحبس. واش عمرك شفتوا 120 مليون يحكموا عليه بعام الحبس وما داروا له والو؟ وهو النهار اللي ديت له الاستدعاء، النهار اللي هرب من دينا له الاستدعاء انا والعون، تيقول العون انا ماشي انا حيت انا بقيت مخزونه، قال لي العون ما تبانيش. منين مشى العون تيقول له راه عندك واحد الاستدعاء واش كاين واش كاين، تيقول له لا ماشي انا غير خدام، ما بغاش ياخذ الاستدعاء. ودابا راه هرب لبلجيكا، دابا فين غنشد انا؟ واش غنشد في المحاميين؟ واش غنشد في من؟ رزقي مشى، رزق ولدي مشى، ولدي ديكابي، ما اش غنقول لكم؟ الله يعمر ربي ياخذ فيه الحق، الله يعمر ربي ياخذ فهاد المجرم اللي دايلي الشيكات ياخذ فيه ربي الحق. رانا عييت تنطلب الله هو يوقف معايا وتنطلب سيدنا يوقف معايا، هادشي اللي تنطلب.